صح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة القلب هو أساس الإنسان، أساس الإنسان. ولذلك بعدما تخلق النطفة تتحول إلى علقة، تتحول إلى قلب. المضغة هي القلب. نعم. التي تكون في الأساس ليضخ فيها الدم، ثم يبدأ العظام واللحم. سبحان. بعد المضغة دي اللي قال عنها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن في الجسد مضغة، ولذلك قال من نطفة ثم علقة ثم مضغة. المضغة هي القلب. مضغة وبعد كسل عظام ثم كسل عظام لحمة. فقال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لأن هنا مناط التكليف وهناك مناط التحصيل. فلذلك القلب هو الأساس في الإنسان كله. ولذلك القلب ثلاث مراحل: قلب، فؤاد، قلب فؤاد، القلب اللي هو والفؤاد العاطفة، والقلب العضوي اللي هو يضخ الدم. ضخ الدم هذا نتكلم فيه علميا طبيا. أيوة. فقط. أيوة. أما العاطفيا والإيمانيا هذا يتكلم فيه رب العالمين كيف تكوينه. مثلا لما جاء قال إيش؟ فأصبح فؤاد أم موسى فارغة. لماذا لم يقل قلب أم موسى؟ لأن هنا المرحلة فؤاد عاطفة، فلما تركته خافت وحزنت. فهنا لولا أن ربطنا على قلبها أعدناها من الفؤاد العاطفي إلى الجدي، فرجعنا الفؤاد إلى قلب، إلى قلب. فالقلب الجد والفؤاد العاطفة، فالعواطف تمشي بالفؤاد. لذلك لما جاء يتكلم على نبينا قال ما كذب الفؤاد وما رأى، تكلم عن عاطفته. فالفؤاد العاطفة والقلب الجدي والقلب الذي يضخ الدم، هذا الذي شغل الجسم كله اللي احنا نتكلم به الآن عضويا قبل ما تكوننا مع الدكتورة الله يحفظها. هذا القلب العضوي اللي يضخ الدم في كل خلية وجزئية فيشغلها. إذا توقفت جزئية أو خلية عن قبول الدم من ضخ القلب تعطلت، فكما تعطلت بعدم استجابة الدم للوصول أيضا تتعطل بعدم وصول الإيمان في الوصول. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. طيب القلب السليم إيش هو؟ القلب اللي سلمنا الله سليم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. سلمنا يا سليم، قال رجعوا لي سليم، أعطيتك شقة سليمة ترجع لي هي سليمة، أعطيتك بيت سليم ترجع لي هو سليم. ربنا يبغى القلب يرجع سليم. إيش معنى سليم؟ إيش سليم؟ إيوة. سليم ما في إلا واحد، هو الواحد سبحانه جل جلاله. لذلك في قلب سليم وقلب مريض. القلب أيوة. المريض زي الجسم المريض، إذا مريض الجسم لا يقبل الطعام، فيصبح الطعام الشهي غير الشهي، واللذيذ غير اللذيذ، والطيب غير طيب. سبب المرض عدم قبول الطعام. الله يقول نوعين في القلوب موجودة: قلب مريض وقلب سليم. القلب المريض الله يقول في قلوبهم مرض، فماذا يصبح للمريض؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، مريض. وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله القلب غير السليم ما يقبل، مريض. القلب السليم يقبل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا معناه في تلقي سليم، قلب سليم. وإذا تليت عليهم آياته غذاء القرآن. أيوة. وإذا تليت عليه ما زادتهم إيمان. كما أن للجسم زيادة طاقة بالطعام والعقل زيادة طاقة بالعلم، القلب يزيد بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليكون سليما ويسلم يوم القيامة سليما لرب العالمين سبحانه وتعالى. طيب هو أنا ممكن أكون مسلم أيوه. وقلبي غير سليم؟ ممكن لحالتين، إما بعده عن الله وإما حمله على الناس. إذا كان حمله على الناس، الناس يكون برضو قلب غير سليم. الله يقول إيش؟ الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذي يحمل الغل قلبه غير سليم. الله فمع أكبر. الله سليم ومع الناس سليم. لابد القلب يكون سليم من ناحيتين، مع الله بالإيمان ومع الناس بعدم حمل. لذلك لما يحمل القلب زي ما سمعنا مع الدكتورة يبدأ هنا الأمراض. الأمراض هي أسبابها الغل. فإذا تعبى القلب بالغل يصبح مثل البالونة، البالونة تنتفخ إلى حد معين، إذا زاد الانتفاخ انفجرت. سبحان وهذا الله. وهذا انفجار القلب بسبب حمله زيادة عن الطاقة المعهودة له، فيتحمل طاقة أعلى من حده المعهود له. فهنا إما يجي له مسكين، يجي له جلطة، يجي له عفوا مرض، هذا أسباب المرض هو الغل. يعني أول مرة أقدر أنتبه إنك أنت تغل على الناس. نعم. يعتبر قلب غير سليم. غير سليم غير سليم. نعم. يعني يأثر عليك على في ناحية إيمانية، عواطفك مع الناس. يعني عفوا رب العالمين يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، إيش يحصل؟ غليظ القلب.
فالغليظ فض ولا لا الغليظ فض ولكان ذلك الإناء ينضح بما فيه لا بس انت قلت لي كمان ما هي بس فض مو انها انا بس قصدي غل الغل يعني انت يجي انت, انت شايل شايل على الناس يعني انت بتقول لي انت شايل على الناس وتشيل عليهم انت قلبك غير سليم صحيح لانه لذلك دائما يقولوا لذلك يوسف عليه السلام كيف ابتلع الغضب قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يشيلها في قلبه وأسرها يوسف ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانا لما قالوا يسرق فقد سرق أخوه نحن دائما نزعل من كلام الناس وتأثير الناس ولذلك القلب السليم الذي في الدنيا سليم يدخل الجنة سليم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فهذا الرجل يدخل ثاني يوم رجل من أهل الجنة ثالث يوم رجل من أهل الجنة ثلاث أيام الرجل ده يدخل الناس تتعجب الصحابة فهو عبد الله بن عمر وفي قيل روي عبد الله بن عمر أبغى أعرف هذا كيف صار قلب من أهل الجنة دخل عنده وجدوا أنه يصلي العشاء والوتر وينام ما عنده لا قيام ليل ولا صيام نهار وكل يوم زي كده فمسكوا قال له استحلفك بالله كان بيني وبين أبي شيء وبغى يبيت عنده يعرف ما راه هو سلوكه في الليل المخفي فلقى ما عنده شيء زيادة فقال يا عم استحلفك بالله ليس بيني وبين أبي شيء ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يظهر لكم رجل من الجنة في ثلاث أيام انت ماذا تعمل قال يا بني إذا وضعت رأسي على وسادتي أسامح جميع من أخطأ عليه يعني أنظف قلبي أطهر قلبي لما لأن تطهير القلب مطلب من الله لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إذن هنا غل القلب المريض إيمانيا والقلب المريض اجتماعيا بعد ذلك ممكن القلب المريض عضويا لكن العضويا له علاجات ما هو علاجاته علاجاته كما سمعنا أيوة من الدكتور صحيح. لكن إيمانيا برضو له علاج وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة نزل به الروح الأمين على قلبك ولم يقل على عقلك لما نزل على قلبك معناه أصبح مشتركا يجيده كل القراء الأمي والمتعلم العربي والعجم إذن القلب يتلقى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم إذن القرآن يتلقى في القلب لأنه هو الوعاء الوحيد الذي موضع نظر الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فماذا يعطيها؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إبراهيم عليه السلام كيف وصل إلى الله؟ من خلال القلب السليم أيوة. كوكب قمر شمس في النهاية قال وجهت وجهي طب إيش الكونكت إيش الاتصال اللي بينه وبين الله؟ حصل اتصال فطري من قلب إبراهيم عليه السلام إلى أن الله صاحب هذا الكون هو الذي يدير الكون فتوجه فتعجبوا قومه قالوا كيف تتصل بإله لا تراه قال لا تراه عيني ولكن قلبي اطمأن بوجوده فأصبح الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن اطمئنان القلب هي الغاية المطلوبة في هذا الوجود سبحان الله يعني قد ما أنا سمعت الله يجزاك كل خير ما عمري تخيلت قد إيش ممكن إنك أنت الغل يوصف بهذه الدقة على إنه شيلك على الناس ولا زعلك من وشيلك عليهم أو انتقادك عليهم أجل الحقد أسوأ حتى هذا لما أنت تحقد على أحد وتحقد على ناجح هذا مو أسوأ من الغل حتى أنا يعني أغلب الصراعات أسبابها الغل الشيطان بدأ بالغل على آدم قابيل بدأ على أخوه هابيل بالغل إخوة يوسف بدأوا بالغل كل اللي نسمعهم في صراعهم في القرآن بدأوا بالغل حتى قريش ما حاربوا سيدي رسول الله إلا بالغل ليه؟ اعترضوا على نزول القرآن عليه لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك طبيعة نحن دائما ما نحب المتميز نحب ما نحب نكون منافسين له في التميز لا نحب نكون محبطين له في التميز والأصل أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنت بتقول لهم أجل في رمضان استغل إذا أنت كنت تبغى القلب السليم حقك هذا وتبغى تصلي وكذا أجل أنت أول شيء حاول تسامح تشيل الغل كل اللي في قلبك هذا بدل ما أنت شايل على الناس لازم تتخلص منه هو هذا نجاح المشروع أصلا مشروعك أنت عندك أمرين أن تقابل الله بقلب سليم بالإيمان والتوحيد وبقلب سليم بعدم حمله على الناس لما؟ لأنه لو وصل لله بحملك على الناس فماذا يكون؟ يكون عندك خسارة أجور عظيمة راحت عليك يعني ما احترامي لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يعني في ناس أصلا الله اختارهم لإصلاح القلوب وإصلاح قلوب القلوب وهذا ما هم نادر تجد منهم لذلك الله سبحانه وتعالى يمتدحهم
لا خير في كثير من إلا من. فلذلك هذا الإصلاح وهو إصلاح القلب أولا ثم إصلاح المجتمع بإصلاح القلوب هذه الغاية. لو لذلك الله إيش قال؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي ولكن الله ألف بين قلوبي. لماذا لم يقل يقلف بين أجسادهم أو أعقولهم أو أجسام؟ قال بين قلوبهم لأنه هو الكونكت الأصلي والرابط الأصلي القلب في سر